تغسل الحاج راجل مزيان. انت العينين باش كنتو في الدنيا عارفين، ودابا تسناني شويه هنايا حتى نجي باش نجيب الحوايج ديالنا ونجي. ما نقدرش نجي معاك. واخا النهار قال لي واحد السيد بعدو منا عايشين في هاد الدنيا كخلي من مورانا ثلاثة ديال الحوايج كل واحدة مختلفة على أخرى كنشوفوهم من خلال الظلام ديال الماضي بحال شي تصاورت زمان وزمان ما يشبه زمان كانش عندها بزاف كانت عايشه غير مع واحد العائله كطيب ليهم ودير شغالات ديال الدار هادي عامين باش رجعت لتطوان واش بغيتي العنوان ديال السيد اللي كان مخدمها لا شكرا انت عايش في اوروبا ايه نعم كيف ما قلت لك قبيل ما كانش عندها بزاف غير واحد الباليزه صغيره وفيها شي حويجات خاصين وشي وراق وتصاور راهم عندنا الله يخليك تفضل وقع لي هاد الوراق